مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء بعد القرار ديال إغلاق المطاعم كلي، ومن بعد القرار أيضا ديال إغلاق المقاهي على الساعة 8 مساء. اليوم حنا رفقة صاحب إحدى المقاهي بمدينة الدار البيضاء اللي غادي يحكي لنا كيفاش جا القرار. يعني كنعرفوا أن أزمة كورونا عيشت الناس في أزمات وخلت الناس كيخلصوا الخدامة من عندهم، كاين اللي مسكين فقد العمل ديالو، كاين اللي ما عندوش مدخول باش يبقى خدام في كاري القدرة. فاليوم غادي يحكي لنا تفاصيل كثيرة حول أزمة كورونا والمشاكل اللي عانوا، وكذلك القرار ديالهم حول الإغلاق على الساعة 8 مساء، اللي المعروف أنه دائما المقاهي كتسد مع 8، لكن كيف جاهم هذا القرار ديال 3 أسابيع أخرى. مرحبا بك سيد بشير منصوري على شوف تيفي أولا، فكيف جاك القرار؟ طلع لكم شوية الدم ولا لا؟ شوية، لأن مع الجائحة وداك الشيء ما ديري، ان هذاك الشيء كتاب ديال هذا المرض. وبالنسبه للعمل وداك الشيء راه شويه قص، ما بقاش داك الشيء اللي الا خلصتي العمر راه ما تقول لي حتى واحد، ولكن الحمد لله ما عندنا ما نديرو داك الشيء اللي يعني. تلقاو سي البشير ولات كتكون خاويه على الاول؟ خاويه راه انت كتشوفي فيها خاويه، ما عندك ما الناس ما تلوش يقدروا يريحوا، ما تلوش اللي كتجي ديك وقت 8 كي ما عنده ما يدير. داكشي علاش الانسان تضريتوا شويه في كورونا؟ وحنا تضرينا، ولكن هذاك المرض راه على كل شيء، ما عندك ما دير، لان داك الشيء جا على جميع الناس ماشي غير احنا، كاع المهن. ولكن من واحد الناحيه راه لابد كيكون الضرر، ان عندك عمال، عندك مصاريف، الكهرباء، الماء، عندك شحال ديال الحوايج ديال المصاريف، ولكن ما بقيتي كتدخليش داك اللي باش تخلص. ملي كنتو ساعدين مرة كان بحال حالين ولا كانت شويه؟ لا، ملي ساد راه ساد، ما عندك ما دير، لان ساد كتكون ما كتخلص لا مصاريف لا والو. درك لا، درك انت ما ساد ما حال، نصف تخلص المصاريف بلا مدخول. سي البشير، كانوا بزاف الناس صورنا معاهم اصحاب المقاهي ولا العمال في المقاهي كيتشكاو، كيقول لك يعني الناس كيجيو يتقهوا من 8 للفوق، حنا كنسدوا مع 8. هذا هو اللي واقع درك، لانه ولا يلا كيخرج من العمل ديالو ويغسل ويلبس حوايجو كيجي يريح في القهوه مع 8، درك مع 8 حنا كنسدوا. اذا ما كاين كاع اللي غادي يريح عندي. يعني صعيبة شوية. صعيبة، ولكن راه المرض راه ما عندك ما ديري، داكشي اللي مكتوب لك. حتى الناس كيخافوا يجلسوا، كيكون التباعد. راه لابد من التباعد، لأن الناس راه أنت كتشوفي حنا اش دايرين، كل طابلة فيها جوج كراسة. لأن خصك ديري التباعد، لأن كيما كتخافي على راسك تخافي على الناس، ما تبغيش المضرة لأي واحد، لأن هذا المرض راه معروف خبيث ما عندك ما ديري ليه. والله يحفظنا ويحفظكم من الجائحة. يا ربي نعيشوا من هذه الكورونا، كنتمنوا انها ماشي عيتي ماشي سرحتي، لان درك طولت. والله يحفظ وصافي. يا ربي امين. انتم هنا في المقهى كديروا الكلاص؟ كنديروا الكلاص والقهوه والشاي ولكن دابا الكلاص مع الحال البارد راه ما كاينش، كتبقى غير القهوة. باش قال لك راه خاوي، ما كاين لا عمل لا والو. إلا خلصتي العمار راه ما تقول لي حتى واحد. أكيد. من بعد سي الباشا خرجت دابا الخبر ديال أنه كاين السلالة ديال كورونا. نعم. يعني الناس ولاو خايفين من عام آخر ديال السدان، عام آخر ديال الخوف. شنو وقع لكم ك يعني اصحاب مقاهي؟ واش تخلعتوا انه يكون عام اخر ديال الكورونا؟ لا بيان سير، لان الانسان لا بد غادي يتخلع، لان راه هاد السلاله اللي كيقولوا اكثريه ديال الناس خايفين منها، ولكن داكشي على حساب الانسان واش يقدر يتحملها ولا ما يتحملهاش. انت لازال واحد الوقت راه بنادم ما يقدرش يتحمل، غادي ما تقدر تخلصي عمال، ما تقدر تخلصي مصاريف، عندك شحال ديال المصاريف. ولا الى تزاد واحد الوقت اخر اذا راه بنادم ما بقاش يقدر يحسن يسد. اكيد. شنو كتمناو اليوم من قلبكم ولا الرساله؟ نتمنى والله يبعد علينا هذه الجائحه،
وعلى جميع المسلمين والمغاربه كما كانوا. اللهم امين يا ربي. شكرا لك سي البشير، عطيتينا من وقتك، وشكرا لكم انتم مشاهدينا الكرام. كيف ما كتشوفوا فالمقهى خاوي، لان الناس ما كيجيوش كاع الصباح يتقهواو، اغلبيه كيجيو من 8 والفوق. يعني القرار ديال اغلاق المطاعم او لا اغلاق المقاهي على الساعه 8 فكيشكل ضرر لاصحاب المقاهي، كذلك الناس اللي كيجيو يتقهواو وما كيقدروش يجيو بنهار لانه كيكونوا خدامين. فاش كيجيو مع 8 بغيو يشربوا قهوه كيلقاو القهوه سدات. يعني الضرر كاين لاصحاب المقاهي، كاين الناس اللي كيخدموا حتى هما في المقهى، لانه ما كيلقاوش مع من غيخدموا ولا اشنو غيخدموا، فصعيبه شويه. كنتمنى الله عز وجل انه يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله وترجع الحياة الطبيعية المجرى ديالها. فقط غادي نوريكم غير انه الناس راه محافظين على التباعد، جوج في بلاصه واحده. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نتلاقاو ان شاء الله في بث اخر.